صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثير من اللباس في هذا الزمن فيه نعومة وجمال قد يشابه الحرير وقد يفوته جمالا ونعومة، فهل يحرم أيضا؟ لا، نحن لا نحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، وقد حرم الحرير نحن نحرمها، وما عداها من الأقمشة فإننا لا نحرمه، لأن الأصل الإباحة. نعم.